لله. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. أنا أخت الضحية المغدور اللي تعرض لواحد الاعتداء الشرس، واحد الاعتداء اللي ما كيتصورش على البال، ولا أنني عمرني ظنيت أن واحد الإنسان في بلد إسلامي في بلد مغربي حر، وهاد هاد العلاقه اللي بيناتنا حنا كمغاربه كاملين، كنحبوا بعضياتنا، كنحبوا الخير لبعضياتنا، ونمشيو نلقى خويا بهذيك مطعون بهذيك الشراسه بزاف بزاف. انا خويا تحرقت فيه هذاك الولد، انا راه ولدي ماشي غير خويا، ولدي راه خلاه باه وعنده 3 سنين وكبر بيناتنا، كبر علاقته بمي، العلاقة اللي ما كتصورش. أنا دويت معاه غير من قبل ما يموت بواحد ساعتين، كانوا الدار كلهم مسافرين، وأنايا معاه كانت عندي شي ظروف ديال تسجيل بنتي في المدرسة وداكشي، ما اضطريت أنني ما نجيش، كنوجد لبنتي. اتصلت بيه قلت ليه قلت ليه أنا غادي اتصلت بيه كي أي أخت يعني كطمن على خوها علاش ما جيتيش، قال لي أختي ما عنديش باش نجي صافي. ومني بقيت داويه معاه، وهو واحد الدري طيب طيب، مني الحمد لله دويت معاه كأي أخت ومشيت وجيت لغد ليه. مني جيت بواحد الحرقة، كنت نايم تيصبح لي الحال، جيت كان ما بيه والو تيدوي معانا، قال لي انت اختي وهذيك الام حنينة وامي عزيزة علي، كنا خوت الحمد لله ومربين على واحد الحب بيناتنا، واحد المحنة بيناتنا، وكل شيء اللي بغى يشوف هنايا ويسمع عليه هو واحد الولد رغم ابتلاء ديالو بهذيك المخدرات، انه الحمد لله كان واحد الولد نقي قسما بالله. الى البنات ديال الدرب ولا الامهات كلهم كيبغيو، كلهم عمر شي وحده كتقول لك ما ما يهز فيك العين، يقول لك السلام هو حاضر عيني، عمره ما كان واحد الدري خلوق، واحد القلب طيب، يحب صغير، يبغي المشيشات، كل شيء عنده علاقته وكل شيء زوينه الا هذاك الابتلاء. وهو قدر علي الله مني مشى عند هذوك الناس، مني مشى تعدوا عليه بهذاك الاعتداء. انا مشيت مني مشيت للامور باش نجيب خويا، انا بكيت في الاول بكيت حرقة عليه، ولكن مني قلت غادي يجي خويا، مني يجي للدار يسمع مني الا اللي يرضي، انا غادي ندعي مع خويا غادي. ولكن مني شفته بهذيك الحاله جيت، يعني راه الناس شافوني، كون كانت شي واحد تيسجل وغيشوف واحد اش نقول لك، راه واحد هو بحال كنشوف داكشي كيطرا قدامي، راه خرج واحد الفياضه واحد الهيجه اللي ما قدرتش نضبط فيها راسي. مني مشيت كنشوف الدري مضروب هنا، ماشي جا فيه موس ولا شي حاجه، الدري مخرط بحال شاد واحد وكيلعب ليه في وجهه، ومع ذلك فمو محلول وعنده ضربه في راسه وما لتحت سادين عليه. انا مني شفت غير داكشي تخلعت، يعني كيبان لك غير وجهه اش واصل ليه، واحد الحاله مزريه، واحد الحاله يبتلاها. ومني جيت نشوف لقيت كنقول لهم شوفوا انا من انا ودابا الجسد الاخر كيفاش داير، اللي دوك الطعنات فين هما، هو بعوني خويا نشوفو انايا كامل، خاصني نشوف خويا مادام انه تعرض لهذا الشيء في وجهه، كيفاش غيكون الجسد ديالو، انا عارفه بانه مضروب في كبشو. حنا اول ما قالوا راه تضرب في كبشو دقه خايبه، الناس اللي شافوه وسجلوه عندهم فيديوهات ديالهم وكاميرات مسجله الحمد لله، والناس اللي عندها الحب لهاد البلاد وعندها الحب خوف عليها وخوف على السكان ديالها، وما كيرضاوش ان هذا الشيء طرا بيناتهم كجوره. شديتوه راه واخا يكون اش نقول لك، واخا يكون اي جنسيه ما تعاملش معاه بحالك، واخا يكون بشر من اي فئه ما غاديش، واخا يكون عدوك، واخا يكون كما كان ما غاداش تضطر انك دير لي هاد الحاله هادي، ويكون حيوان وما ديرش لي هاد الحال، يكون حيوان وما ديرش لي هاد الحاله، باش تكون تغرز هذاك الدري. وعلم الله باللي ما خافيه في التحت، ما خافيه كان اعظم، والدري مع صحيح تبارك الله، وهذيك الصحه ديالو هي اللي خلات هاد القوم هادو انهم يغيروا منه
وما كيبغيوش، لان حتى واحد ما كيقدر يصدهم على اللي فيهم الا هو، كيخافوا منه. مجرد هما سبابه اصلا في هذه البليه، وهما سبابه في هذا الدخول ديالو مؤخرا للسجن. كيدخل ما كيجيش فين يدير حتى كيرجع. علاش ديما كيدبروا لي شي ما كيدير فين يرجعوه؟ لانهم هما ما فهمتش انايا، ما فهمتش. ديما كنخافوا منهم، ديما كنخافوا منهم. ديك النهار ضربوه، ديك النهار ضربوه وهو هز دقته يومين، وهو هو فسميتو ما بغاش يدخلهم لانه جوره، ما بغاش يدخلهم. قال لك انايا الدري ما عنده صح، غير مجرد خطا ديالو صافي، ولكن نتوما انتهزتوا الفرصه وعاودتوا كليتوا هاد الماكله كلها، حرام عليكم، حرام. ولكن بالنسبه لها يعني انا تهمتوه بالسرقه وهو ما سارقش، ولقيتو السارق، يعني الضابط لقى السارق ولقى داكشي، يعني هنا كاينه علامات استفهام. دابا هي يعني واحد المساله سهله، انك واش واحد مطعون ديك الطعنات كلها وتوقع انه هو سارق، هو جاي كيباغي ديكلاري، لانه هو تطعن مره قبل مطعون في ظهره. ضربو هذاك هذا اللي ضربوني هذه المره، ضربو على غفله تحماو عليه، وضربو على ظهره جوج ضربات، واحده في حدا فوق في الريه من فوق، وحده حدا الكلوه. والدري بقى منشور يومين، وحنا مع الظروف ديال يعني مزوجه وبعاد، ما جيناش باش نشوف خويا وندير. مني جينا وشفناه صورناه، يعني بقى فينا الحال. حتى كنتفاجئوا انهم هما مشاو نفس هكا، انا مشاو هما ديكلاراو وعطاو لوحدين اخرين حتى هما ديكلاراو، ولبسوه تهمه بانه هو المتعدي عليهم. واش هاد الدري، واش هاد الدري سبع؟ ها واش هاد الدري سبع؟ واش هاد الدري كاع غالب هو ما بوحدو؟ واحد الدري كيحس بالحقره. شي نهار اللي جاو قسما بالله، الى نهار اللي جاو، انا فاش شفت بغيت نشوف ديك الدقه، وجيت وجاو عندو البوليس حيت هما مديكلارين، وجاو باغين يديوه، باغين يديوه. قلت ليه خويا انا راه يلاه كندوي معاه، وكان يلاه كندوي معاه عنك خويا، وكنقول ليه شوف قينا من الصداع وهادي وهادي، ونقص علينا الصداع. حتى كيجي كيقول لك راه باغين يديوه. اش غادي تديه؟ واش واحد مضروب؟ راه دري ماشي اي دري. كنهضر لك على شي دري ما قاريش ما واعيش، راه جامع الحمد لله كلشي، قاري وما عندوش الزهر، عنده بديبلومات ما عندوش الزهر، راه الحمد لله ابتلاء. هو تيقول لك انا ابتليني الله، باغي عنده واحد الطموح، عنده باغي يكون اسره، ما عندوش شي حاجه، عنده باغي يكون اسره، يعني باغي غير يعيش. ولكن علاش نتوما شادين داك الحقد الدفين اللي فيهم؟ ان بغان هما اللي يكون عندهم واحد الحي، هما اللي يكونوا مسيطرين على هذه المنطقه. هذا هو، انا ماشي انا بعيده على هذا الاسم، ولكن هذا هو الهدف ديالهم. اي ملي كتقراها راه شي حاجه سهله، وحدين ما باغينوش يكون بالمره يبان ليهم. وانا دخلت عندهم شي قسما بالله، مني ضرب ديك المره، وقال لك هما يعني ناشرين الجيران بانها خاصها امي تجي تعتذر ليهم. قلت ليها لا امي لا، انا اللي غادي نجي، وانا اللي غادي اش غنقولوا؟ الحمد لله على فضل الله، هذا الشيء الله يدير لنا ماشي مخرج. راني تقهرت، وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يعين الاسره ديال الامن من السي الحموشي، الله يبارك فيه. وحنا كنعرفوا عليه النزاهه، وكنعرفوا عليه بان الاخلاق طيبه، وانه كيبقى واقف على الحاجه حتى كي كملها الحمد لله، وكيجيب الحق لموالي وعلى هاد الناس اللي واقفين على الامن والقانون. وحنا بلا امن راه ما كنسوا والو، هاد البلاد اي بلاد بلا امن راه ما كنسواش. والحمد لله حنا الامن ديالنا معروف على الصعيد العالمي بانه امن نزيه، كنحمد الله ونشكره. الله يزيد في صحتهم ويبارك لهم في وليداتهم. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هذه الرساله توصل لسيدنا وسيد هذه البلاد الملك محمد السادس، وناخذوا الحق ديالنا. انا ما باغاش خويا ما مشي مات ليا شي حشر، انا خويا هذاك خويا ولدي، وساعتين قبل ما يموت انا دويت معاه، راه حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الله يهدي ليا المخرج ويفرج همي ويبرد هذا النار اللي شاعل ليا في قلبي وقلب مي، وما نسمحش اللي حرق ليا مي وحرق ليا قلبي وقلب خوتي، ما نسمحش ليه اليوم الدين. انا عبد الرحيم الحريري، خو الاخ ديال الضحيه ايوب الحريري اللي توفى مؤخرا عن طريق اغتيال من طرف واحد جوج ديال الشباب
اللي استغلوا كما تنقولوا، هو كان نقاش عادي بيناتهم، وهم استغلوا الظرفيه ديال اننا العائله كامله ما كانتش حاضره في الدار، يعني ما كانت حتى شي واحد يعني حاضر في الدار، لا من الام ديالو ولا من الاخوان ديالو ولا حنايا، كلشي كنا مسافرين. الناس استغلوا هاد الظرفيه هادي، كان نقاش بينهم وبينو، يعني ما كناش يعني كنا ما كناش ولا اي واحد كان ظن على اساس ان هاد النقاش هذا غيؤدي يؤدي للموت. فاش جينا من السفر قالوا لنا اخوكم راه كاين في عند وليه الامن، قلنا يمكن راه الناس اللي تناقش معاهم بالغوبيه ولا حيت الناس ديجا سبق لهم هذه القضيه هذه، يعني هما يا كانت ناقشوا وياهم ما يمشوا يجيبوا ليه البوليس بحكم انهم عندهم واحد الوساطه ما بينهم وبين الامن. قلنا راه امر عادي، يعني مشينا سولنا على في الولايه الامن، قال لك لا راه كاين، ولكن المشكل ديال الامر هو ان خويا كان مضروب واحد الضربات اللي هما يعني غراف غادمين. جيت في يعني في ريد الام، ما خديتش الديتاي كمان، رجعت للبلاصه اللي وقع فيها المشكل، يعني حدا في وقع مضاربين الناس، ضرب خويا مع دوك الناس. قالوا لي ودي هادو اللي ضارب معاهم اخويا راه خوك راه تعداو عليه، يعني ما الناس راه تكرفص مزيان، انه واحد من هاد الجوج اللي قتلوه هو قالها لهم، يعني قال لهم عطاهم السميات. واحد غفلو وضربو بجعبه لراسو وشدو قجو، والاخر شدو بقى يضرب فيه بالموس، بقى يضرب فيه بالموس لغايه ان الدري يعني فقد الوعي تما. الدري خويا هز الدقه، رئيس المنطقه يعني ديال النائب ديال رئيس المنطقه ديال الامن، فاش مشيت نسولو قال لي راه هو جا بغى يديكلاري بان واحد جوج ديال العناصر ضربوه، وعطانا السميات والطريقه اللي ضربوه بها، يعني واحد ضربوه بجعبه حتى غيبو وقجو، والاخر بقى يضرب فيه بالموس، يعني جوج الناس شاركوا في الموت ديال هذا، وجوج هما خوت، يعني جوج خوت. فاش نعاودو نسقسيو الناس هنايا قالوا لي راه ان فاش 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 ضربوه هذاك الشيء، ولاو خال هاد الجونات هادو اللي ضربوا الاخ ديالي اللي هو غارديان عندنا هنايا في الدرب، هو حتى هو مشارك في هذه القضيه هذه، لانه هو عيط لهم على البوليس قال لهم حكا راه هو يعني جهجم علينا ودار لينا، يعني اتهموا بواحد الامور اللي هي. ولكن النائب ديال رئيس المنطقه فاش كنا تنتصنتوا ليه قال لك اودي راه ان الدري اللي هو يا خويا ايوب حبيبي جا وديكلارا لينا راسو بان هاد جوج الناس، واحد ضربوا بحديده لراسو حتى فقدوا الوعي وقجوا، والاخر بقى تيضرب فيه بموس. قال عطانا السميات، دينا السيد باش يسواني، يعني حيت كان فيه ضربات غادمين في البطن ديالو وفي الراس ديالو على مستوى الراس، دينا السيد للطبيب. قال لك الطبيب انه فاش دخلوه السبيطار قيدوه، ولكن الطبيب قال لهم لا حقا ماشي شي حاجه، وداو ليه الفوسمون، يعني ما سوانا ولي عادي حنايا هاد. قال لنا الحاله ديالو مستقره، الحاله ديالو مستقره، في حين ان السيد راه مأثر بزاف ومضروب، يعني ضربات باينين، وضرب على مستوى الراس كبيره، يعني مستوى يعني شحال من غرزه عنده، وفي البطن ديالو، اللي اداو انه فاش كان في الولايه فقد الوعي. يعني ما يمكنش ان الشخص مضروب ضربات اللي هما يعني عاديين وغيفقدوه الوعي. داوه النوبه الاولى سوانا، وقال لهم الطبيب انه حاله مستقره. حنايا الحمد لله بغينا نشوفوا هذا التقرير هذا اللي بالنسبه لخوك. نعم سيدي، هو اللي مشى للولايه خويا النائب ديال الرئيس باش دخلنا عنده المكتب، قال لنا هو اللي جاد بغى يديكلاري بان واحد جوج الناس ضربوه، وعطانا السميات والكيفيه اللي ضربوه بها، عطانا ان راه واحد ضربوه بجعبه وقجو، والثاني بقى يضرب فيه بموس. شوف الطريقة، يعني هو قال لهم قبل من الوفاة ديالو، قال لهم كيفاش داروا لي. أنا الغريب في الأمر هو أن الطبيب تيقول لي تيقالوا لي ما أن قالوا حالة مستقرة، والسيد فقد الوعي في الولاية، يعني فقد، يعني ما غاداش تكون حالة مستقرة بشي حاجة اللي هي يعني غتأدي لفقدان الوعي.
لان لغايه ان ولاو عاوتاني رجعوه وتزاد عليه الحال ورجعوه عاوتاني على الطبيب وسوانا لي شويه وقال لهم عاوتاني حكا راه 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 صافي لا مزيان. ومع هذا مع هذا مع هاد الضربات اللي فيه كاملين وهاد هاد الحاله اللي وصل لها كامله وتم التقديم ديالو للمحكمه. يعني كاين واحد الفتره يعني ملي ديت داو الامن داو للسبيطار سوانا وليه وردوه يعني كيتفاجئ السيد هاد الضحيه هذا كيتفاجئ قال لك بان كاين شي ديكلاراسيون شي واحد قال لك هذا هو المشكل ان الاخ ديالي جاب شي ديكلاري تا ولا مشدود شادينو. قلت لي وانا بغيت انا هنا نشرحوا لي الله يجازيكم بخير ان خويا كما تقولوا نتوما جاب شي ديكلاري جاب شي ديكلاري على اساس ناس ضربوه اذ بكم تتشدوه معتقلينو مده ديال 24 ساعه. وما المشكل ديالها ان حكا داو ليه التهمه ديال حكا السرقه. هاد السرقه شكون اللي جاب الضحيه؟ دابا الغريب في الامر ان شكون اللي جاب الضحيه للولايه ديال الامن؟ لا هو الخال ديال 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 الجونات. خال ديال الجونات جاب هز الضحيه وقال لي اخويا انت غتمشي وعطاه السميه بحكم ان الضحيه تعرفوا. قال لي ها انت راه هو كاين تما كاين قول لهم اخويا قول لهم هذا صرا باش يحاولوا يعني يكارطيو هما هذوك هما يلبسوه التهمه يلبسوه التهمه. حنا الحمد لله عز وجل عندنا ثقتنا في الامن من بعد الله عز وجل. وكما تنقولوا الامر ماشي قادم ولا يعني بغينا نحييه ولا الامر باقي جديد. الامر الحمد لله باقي جديد. وتا النائب ديال الرئيس قال لك راه المحضر كيف المحكمه غطالعوا به كامل. وحنا ان شاء الله عز وجل غادي نشوفوا هذا المحضر واش فيه التقرير ديال الطبيب ان السيد كانت حالته مستقره ولا مدهوره. حيت لك تقول لي ان حالته مستقره والسيد تيغيب جوج المرات وادى هاد الشهاده للوفاه واش بسبب الضربات ولا بسبب الاهمال ولا بسبب اللامبالاه ما بغينا. المهم ان شاء الله عز وجل حنا نشوفوا المحضر ونشوفوا هاد سبب الوفاه اللي ادت لخويا اللي هي اللي حنا ما غاديش نسمحوا فيها. ما غاديش نسمحوا هو ما يجيش يقولوا لا حكا راه واحد اللي قتلو. لا هو ذاك اليوم التفاصيل كلها الى غايه ان الناس ذاكرين ان الدري بحكم ان علاقته مع الناس هنايا وارتباطه بالدراري وبقى فيهم بزاف. قال لك شوف قال لك خوك راه محنوه وحنا بحكم ان هاد الناس هادو قباح يعني ما غنقدروش ندخلوا في شهاده معاهم غيبقاو حاقدين علينا. ولكن راه كاينين الحمد لله القانون وكاينين اللي هما يسجلوه يعني فيديوهات اللي بالتليفونات. وحنا عارفين ان بما انه كاين صداع وصداع كان كبير وكان دام مدة طويلة يعني مثلا الناس متقينة الحمد لله بالتليفونات ديالهم. وحنا الحمد لله ثقتنا الكاملة من بعض الله عز وجل في الأمن وفي القضاء. والحمد لله نطلبوا الله عز وجل الله يبين الحق. وخويا راه ما غاديش نسمحوا في هذه القضية هذه. التغسيل نعم ان فاش مشينا بغينا نسالمو الاخ ديالي من لامور. تخيل ان بغينا ناخذو هي من عند السيد اللي غسلو قال لي يا اخويا راه بزاف هادشي اللي واقع. واش هذا مضروب هاد الضربات ودايرين ليه الفاصمو ما مخيطين ليه ما عارفين كاع واش هذا. قال لي راه بزاف يعني هاد الناس هادو اللي ضربوا هاد الضرب وكانه كان حقد دافين يعني الناس كانوا يعني تيتربصوا ليه يعني واحد انك مضارب معاه ضربه عاديه وغادي ليه هادشي كامل ما لا يعقل. ولكن بالنسبه للضحيه الاخيره يعني ملي طاح الاولى وطاح المره الثانيه يعني بالنسبه للامن ملي داو عند الطبيب خصو يشدو يعني هما ما كاينش ديك العمليه. نعم ما كاينش هذيك العمليه يعني لمن كتحمل المسؤوليه واش الطبيب ولا اللي رجال الامن؟ دابا كاينه واحد الحاله ديال ضحية يعني الطبيب ارتكبوا بجوج اخطاء لا الامن ولا الطبيب. يعني الطبيب ملي فحص هذاك السيد ودار المعاينه ديالو وداك الشيء ملي قال الامن هاكل ديو يعني الخطا اللي ارتكبوا الامن يعني ما خداوش واحد التقرير طبي من عند السيد. هما قالوا لهم هزوه هذا الشيء راه خطا هذا خطا ارتكبوا الطبيب وارتكبوا رجال الامن. يعني رجال الامن حافظ القانون
راه ضابط شرطه قضائيه يعني ما يستسلمش بان ياخذ السيد وهو واحد الحاله يرتلها ياخذو يتم غادي به. انت ما عندك لا تقرير لا والو يعني كتحملوا المسؤوليه نتوما الامن والطابق. حنايا دابا لحد الساعه هذه يعني الناس ديال الامن قال لك اودي ان احنا دايرين امورنا الدري كان مصاب ديناه للطبيب. حنا لحد الساعه دابا حتى النائب دابا رئيس المنطقه قال لك اودي شوف المحضر راه فيه كلشي نطالعوا ان شاء الله عز وجل على المحضر باش نشوفوا واش نيت الامن خدات تقرير مع الطبيب ولا حتى لنا ان باش ان الدري واحد غيب عندك وغادي غتسواني ليه واحد شويه وغادي تجيبو وغتعاود ترجعوا عاوتاني ترجعوا عاوتاني تسد عليه يعني كتشدوا بحال هو راه هو جاني فهمت ما راعيتيش يعني لهاد الحاله الصحيه اللي هو فيها ومدهوره ومع ذلك الكبير يعني الغريب الامر ان اللي مبغاش يدوز ليا هو ان رغم هاد التدهور الحاد ديال السيد وتيبان لكم امام اعينكم وتم التقديم ديالو للوكيل وانه مات في ديك الظرفيه لانه يعني الدهوره مباشره يعني فاش قالوا لي راه قدام الوكيل يعني السيد صافي يعني الطبيب الغير ان المشكل ان الطبيب اللي وصلوه ليه ديال المستعجلات قال لي ما دابا ميت واش مات قدام الوكيل ولا في سيارات الاسعاف ولا قبل ما يوصل الوكيل حيت ما هذا هو الغريب ان واش واحد انا هي بغيت نسول يعني واش واحد في هذه الحاله يتم التقديم ديالو واش الاولى انه يتعالج ونشوف الحاله الصحيه ديالو ولا نمشيو نشوفوا التقديم ديالو راه هو ما نتوما شادينو بناء على هو بغى يديكلاري انه هو جاي باش يقدم ديكلاراسيون صدق هو اللي متعتقل بناء يعني متعتقل ما هذا الشيء كامل فيه خبط فيه لبس وبغينا ان شاء الله عز وجل يتم يعني سمعنا بعد الجهات كتقول ربما مش كذوب ولا بصح يعني كاين الام ديال هذوك الجونات كتشتغل عند شي ضابط هذا ما قيل وهي دابا لان علاش فاش ان الاخ ديالي غادي ديكلاري حتى ولا هو مشدود يعني شويه هو تلبساتو التهمه واش انا جاي ندكلاري عندك بانني انا مضروب شويه شديتيني يعني ولي هذا الشيء يعني شوف فيه خبط وهذا هو اللي فهمت بغينا نعرفوا الحقيقه في هذه المسائل هذه بالنسبه للضحيه ملي التجا الامن ثاني التجا من تلقاء نفسيه يعني ذاك الضم اللي تعرض ليه بهذاك الضرب والجرح ويعني في واحد الحاله يعني انسان ما عندوش في باله بان غادي يتواجه بواحد التهمه اللي ما زعما هو غنى عنها وراه هو التجا الامن لان اول حاجه حنا ما كاين حتى شي واحد في يعني في المنزل اللي كلشي كان غايب على المنزل اول حاجه ثاني حاجه انه التجا الامن انه كما تنقولوا الامن راه غادي باش يحميوه اول حاجه يحميوه ويقدموا ليه المساعده فهمت وهو الملجا اللي ملتجا ليه من بعض الله عز وجل انه باش يحميوه اذ به تيولي هويا متابع من طرفهم اللي الجون من طرف هذوك الجون. شوف حنا نطلبوا العدل ونطلبوا الاول حاجه من السيد الامني من السيد الحموشي والرجال ديال السيد الحموشي ان الحمد لله عندنا فيهم الثقه فهمت الحمد لله عندنا فيهم الثقه والحمد لله الامن الثقه في القضاء كامل اننا ناخذوا حقنا اللي ما غاديش نسمحوا فيه وتبان الحقيقه وراه نطلبوا الله عز وجل الله اللي غادي يبين الحقيقه هذا الشيء من بعد الحمد لله على قضاء الله عز وجل يعني احنا اللهم لك الحمد الموت يعني كما تنقولوا باب كل الناس داخله وموت بقدر الله عز وجل الانسان ما تيموتش باجله يعني ماشي بشي شي شي حاجه اللي شي مدخل فيها البشر ولكن تتبقى الاسباب لو ان خويا مات مثلا غريق غنقولوا مات غريق ولا مات مثلا بحادثه غنقولوا مات بحادثه او مات بمرض غنقولوا مات بمرض ولكن الاخ ديالي ما ماتش بهاد المسائل كامله ولكن مات بسبب الغدر اللي بسببه يعني واحد جوج اخوان خوت اللي هما يتسبوا في هاد المساله هذه
يعني كما تنقولوا كانوا حاقدين عليه، حاقدين عليه اللي ضربوه واحد الضرب مفضي للموت، هما عارفين ان الضرب اللي ضربوه مفضي للموت. والغريب انه فاش خويا تضرب ومشى باش يديكلاري، تم الاعتقال ديالو، تم الاعتقال ديالو بناء على واحد الضحيه جابوا الخال ديالهم، اللي هو الخال ديالهم يعني تنقولوا ادو طويله شويه، ادو طويله وهو يعني كما تنقولوا هنا معروف يعني في عندنا هنايا عندو علاقه بالامن، يعني عندو علاقه بالامن وعندو تيقول لك راه ان شوف ما كاينش شي حاجه لهنا اللي غادي تصرا توصلوا. ثاني حاجه هو ان الاخ ديالي ضربوه ضربات طاعنه وسبقوه، يعني فاش مشى بغى يديكلاري دار ديكلارا ومشاو باش جابوا واحد الضحيه، ماشي ليه تليفون وكاسكيطه. الناس ديال الامن كما قال لنا النائب، قال لي خرج، هو بفمه دابا النائب ديال رئيس المنطقه، قال لنا راه خرجنا وشدينا الجاني ومتلبس بهذاك الشيء اللي بلغ به الضحيه، يعني تليفون وكاسكيطه اللي مشاو شدوا الجاني اذ بهم شويه تيقولوا حقا راه حتى خوك مع مشارك مع الجاني. والغريب في الامر اللي هو اغرب ان هاد الجاني ما تذكرش بتاتا، مذكور اخويا وهو شدوه متلبس ومع هذا ما مذكورش هاد الجاني، مذكور اخويا انه هو اللي اتهموه بانه هو اللي دار كاسكيطه ودا التليفون. كتشوف بان الخال ديال هذوك الجونات، لا تنقول لك تنقولوا يعني الامور فيها ايد خفيه اللي هي تتجيري هاد المسائل. وحنا الحمد لله شوف عندنا الثقه التامه الحمد لله عز وجل في الحموشي وفي رجال الحموشي، واللي هما يا اصلا هما صردوا لنا الاحداث انه راه السيد مضروب ومقتول، يعني ضربات غاضبه من طرف جوج ديال الاشخاص، وما يجيش يعني يقولوا لنا حقا راه شخص واحد ولا اللي لا، هما الحمد لله ذاكرينا هما انهم مضروب من طرف جوج ديال الاشخاص. والناس اللي حضروا القتل ديال خويا راه قال ذكروا هذه المساله هذه، وموثقين يعني راك عرفتي التليفونات دابا ولات عند اي شخص، راه دابا تبارك الله عنده 9 سنين تلقاه شاد التليفون و تي فيلم، يعني ما تلقاش بعض الناس تلقاها وموثقين هاد المسائل هاد. كما قلنا ان خويا مضروب ضربات طاعنه وقاتله، حاولوا يوجدوا ليه المحضر بانه باش يلفقوا ان سبب الموت ديالو راه كان بسبب حادثه، بسبب هاد الاتهام ديال الكريساج ولا هذا. وهم بفمهم تيذكروا لنا ان شديناه متلبس، يعني هذاك الشيء اللي ذكر به الضحيه جابوا خال شوف الضحيه جابوا خال هاد الجونات هادو، يعني باش نقول لك ان القضيه عرفوه هما ضاربينه ضربات غاضبه مفضيه للموت، وجابوا قال لي ذكر يعني هاد الشخص هذا باش يحاولوا يبينوا ان راه يعني سبب الوفاه هي مشادات بسبب الكريساج ولا بسبب هاد، يحاولوا يفيتيو ان ولاد خوتو داخلين في هاد المساله. حنا الحمد لله كما تنقولوا نعاودوا نقولوا ثقتنا التامه في الحموشي وفي رجال الحموشي انه ياخذ لنا حقنا، حيت حنا ما بغيناش ناخذوه بيدينا وبامكاننا ناخذوه بيدينا. وراه شوف ما داش، ولكن الحمد لله بما ان كاين الحمد لله الثقه في الامن، وكاين الامن الحمد لله اللي هو يا شريف، وكاين الناس اللي واقفين فوق من الامن اللي هو القضاء، وكاين السلطات اللي الحمد لله ثقتنا فيهم تامه انهم غياخذوا حق ديال اللي هو خويا واللي تغضبنا فيه، واللي الناس اللي قتلوه استغلوا الغياب ديال العائله كامله، ما كان حتى واحد استغلوها، شوف جعل انها جات مدروسه، لان هذا حارس الامن هذا اللي هو خالهم حاط حدانا، يعني حدا الدار حدانا، هو ذاكر على اساس انه ما كاين حتى شي واحد، وان السيد راه مفرد ديالو بانه بامكانهم يديروا ما بغاو، ما كاين شي واحد اللي غيقدر يتدخل. ونقول كما نعاودوا نطلبوا ان الاخ ديالي ملي كانوا في هاد الضربات اللي هي مفضيه للموت، وتم
حنا ما عرفناش سبب الإهمال من جاء اللي أدى الوفاة ديالو يعني اش نقولوا زعما كاين السيد مضروب تم الاعتقال مضروب ضربات غادي وجا بغى يديكلار وسقسو شادين وبقى مشدود يعني معتقل هو في الحراسه النظريه في حين ان فاش تنسولوا الناس اللي هما في السلطه تيقول لك هذا بما ان في ضربات غادي بحال هكا اصلا ما خاصوش تكون عليه حتى الحراسه النظريه خاصو يتعالج في نفس المكان وخاصو يتعالج في السبيطار وخاصو يداو ليه سكانيرات ونعرفوا الحاله الصحيه حيت الاولى الحاله الصحيه ديال الشخص ماشي الاولى هو التقديم الاولى هو الحاله يعني الصحيه ديال الشخص راه بزاف يعني ولو يكون شوف راه كل انسان جنسيته كيف ما بغى يكون نوع ما يمكنش لك تهملو ولا يعني تخليه بحال ما كاك مليوح والاهميه هو التقديم للوكيل لا الاهميه هو الحياه اللي امر بها الله عز وجل ومحافظ عليها بسببها يعني محافظ على هذه الحياه هذه كاين الامن الحمد لله وكاين الحموشي على فوق الامن وكاين سيدنا اللي هو يعني الحمد لله موصي على هذه الامور والحمد لله نطلب الله عز وجل الله به الحق وحنا الحمد شوف الحاجه الوحيده اللي تنطلبوها هي هو يبان الحق وخويا ما يمشيش هكا خويا حنا تغضبنا فيه ومات يعني مات ماشي باقي غنرجعوه ولكن الحاله اللي وقعت لنا حنا ما بغيناش يوقع لشي واحد اخر وما يتمش الاهمال وحقنا ناخذوه ونطلب الله عز وجل الله يبين الحق.